أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث العظيم هو من الأحاديث التي فيها بشرى للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بأمر عظيم إذا حققوه فإن لهم النجاة والفلاح والفوز يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم هذا الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه، قال: أو تدري ما حق الله على العباد؟ حق ربنا سبحانه وتعالى علينا شنو؟ هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لأن يا أخواننا الدين قائم على حقوق، الوالدين عندهم حقوق، والمرأة الزوجة عندها حقوق، والزوج عنده حقوق، والجار عنده حقوق، والأرحام عندهم حقوق. فالواجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه. الوالدين حقهم البر والإحسان والطاعة في المعروف، الزوجة الإحسان والإنفاق عليها بالمعروف ومعاملتها بالتي أحسن، الزوج ألا ترفع صوتها عنده وأن تسمع كلامه وهكذا، والجار ألا يؤذى ولا يسمع ما يؤذيه وألا يعتدى عليه، لا حق. وأعظم هذه الحقوق هو حق الله، وهو أن يعبده الإنسان بالصلاة والزكاة والصوم والحج والصدقة وغيرها من العبادات، والدعاء والنذر والتوكل لكل عبادات. قال أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يشركوا معناه شنو؟ يعني لما يعملوا عبادة، العبادة دي ما يدوها لمخلوق تاني مع ربنا سبحانه وتعالى. زول مثلا قال: يا الله نجح لي زراعتي، أو يا الله احفظ لي ولدي، أو يا الله اشفي لي مريضي، كده دعا الله. وربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يقوم يدعو مع الله، لما قال يا الله تاني ما يدخل مع ربنا سبحانه وتعالى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غيره. ما يقول يا الله ويا نبي الله نوح، يا الله ويا آدم، يا الله ويا إبراهيم عليه السلام، يا الله يا أبو بكر الصديق، يا لا لا لا. ليه؟ لأنه ربنا قال لمن تدعو تدعو الله براه. ربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فربنا سمى الزول البنادي مخلوق تاني غير الله، ونادى أحد غير الله سبحانه وتعالى، نادى مخلوق مع الله أو نادى أحد غير الله، ربنا سبحانه وتعالى سماه كافر. وربنا قال ده ما بديك، عشان كده العبادة دي كلها حق طلة. ليه؟ ربنا قال: يا أيها الناس في سورة البقرة: اعبدوا ربكم. السؤال: لماذا نعبد الله؟ قال ربنا قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأنه ربنا سبحانه وتعالى أخواننا خلقنا ورزقنا. ربنا قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، الأكل اللي بيأكله ده، أكلت كسرة بويكة أو أكلت كسرة بفاصوليا أو غيره. الكسرة دي دقيق وحبوب، والفاصوليا دي نبات، أو الويكة نبات. ربنا قال: فلينظر الإنسان، يتفكر عشان يعلم إنه ربنا سبحانه وتعالى العبادة دي حقته ما معه أحد. قال: أنا صببنا الماء صب. ربنا نزل من السماء موية، ما في زول مع ربنا بنزل الموية.
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. ربنا أكل البني آدم وكمان أداه الفاكهة بعد ما شبع، بعد ذاك قام حلا. وما ربنا أكل البني آدم براو، أكل معه البهيمة، قال وفاكهة وأبا. العلماء قالوا الأب طعام البهائم. شوف النعم دي كيف. بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى جعل له نعم في السمع وفي البصر وياكل، والكلى بتاعته شغالة. في ناس لو مشيت المستشفيات 3 مرات 5 مرات في الأسبوع يغسلوا، ناس ما بيمرقوا من المستشفى، نحن كلانا دي بتغسل مجان، نعم كثيرة من ربنا. طيب بعد ذاك الزول بدل ما يعبد الله ويدعو الله براه يقوم يدعو مخلوق مع الله، هل ده شكر الله؟ ده ما شكر الله. عندنا مثل سوداني بيقول لك الخيل تجقلب والشكر ليه حماد. ده المثل بيضربه ليكون والدك أحسن ليك، قراك، دفع ليك ضم قلبه، وقف معاك بعد ما الود خلاص كبر وبقى عنده أموال وكده، نكر الجميل، نكر الجميل. طيب في حق ربنا كيف؟ أعظم وأعظم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده يا أخواننا الإنسان يكون قلبه معلق بربنا، داير جنة، داير رزق، داير أموال، داير صحة، داير عافية، يسأل الله، يرفع يدينه لربنا سبحانه وتعالى. وربنا كريم، وربنا خزائنه ملانة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ملوك الدنيا دي للناس اللي بيشوفهم غنيانين والناس اللي عندهم أموال، الواحد أول حاجة يكتب لك ورقة، تشيل الورقة تمشي لبتاع المخزن، بتاع المخزن يراجع الكلام عشان يديك. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للشيء كن فيكون. ولذلك حق ربنا سبحانه وتعالى علينا إنه ما نعبد غيره، إنه الإنسان ما يتوكل إلا على الله، ما يتوكل على حجاب ولا على ورقة ولا على بخرة ولا على محاية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، الشيل بيعلقوا الناس. تخلي عقيدتك في ربنا، لأنه لو في حاجة نزلت قضاء وقدر من السماء ما يرد عنك إلا الله. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لو نزلت بك مصيبة أو حاجة تقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء، ربنا بيشفيك. تقرأ سورة البقرة، ما تخاف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. ما تمشي لقبر ولا تودي مرتك لبني آدم مخلوق عامل فوق شيخ ولا ما شيخ عشان يديك ولد، لأنه ده كله حق ربنا سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان بقى حاجاته كلها معلقة بالله سبحانه وتعالى، كل أموره بتقضى وكل أموره بتتيسر، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها. الزول إذا حقق الكلام ده بيلقى شنو؟ قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لو الزول جاب قلبه نظيف معلق بربنا سبحانه وتعالى براو، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعذب. ولذلك أهم ما يملك الإنسان يا أخواننا الإيمان الصحيح والعقيدة القوية في ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يعينك وربنا يوفقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يشفي المرضى وأن يرحم الموتى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الغائبين وأن يحفظنا جميعا في أولادنا وفي أنفسنا وفي زوجاتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم.